مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نعمل أمبوكسينج ل شوفوا عنا 1 2 3 4 5 6 7، طبعا 7 بوكسات. آدم بنادي عليه من الصبح، عارف وينه. وأول بوكس حنسوي فيه اللي هو البوكس الكبير هذا زي ما انتم شايفين. يلا حنبدأ فيه بسم الله ونطلع هيك نشوف شو فيه، لأنه هذا أكيد فيه شغلات غريبة. يا آدم شو بتسوي هون يا آدم؟ تاكل ايش؟ طبعا هاي كانت مزحة هيك عشان نبدأ هلأ في الأنبوكسينج للبوكسات الثانية. يلا نبدأ آدم. يلا نشوف شو بدنا نسوي. نبدأ بهذا. يلا افتحه. اوكي. هذا عبارة عن وول اوتلت، شرينا زيه هذا المرة تانية لأنه كويس كتير فعلا. هذا عبارة عن 6 مداخل للكهرباء زائد 2 USB، وفي هون لمبة. والحلو فيه طبعا 2 بيجوا مع بعض، سعرهم تقريبا $30. الحلو فيه في هاي الشغلة اللي بتحطها فوق هيك بتيجي بقى. ايوه هون اوكي، بتحطها فوق فبتصير رف للتلفون، وهون عاملين لك زي مداخل لل الوايرز لما تحطها، عشان لما تحطها ما تدندل في اي مكان. ففكره حلوه هيك ورائعه اعتقد وجميله. فيري نايس. حنحطها تقريبا في المطبخ ومكان تاني. بيجي 2 منها، شغلة حلوة. اوكي اللي بعده. اوكي هذا يا جماعة له قصة. هذا اسمه باور لاين. اوكي، عبارة عن جهاز من دي لينك، بتحطه بالكهرباء وبنقول لك الانترنت عبر الكهرباء، يعني ما بدك توصل سلاك الايثرنت. شرينا واحد قبل هيك وعملنا له انبوكسينج، لكن للاسف كان في مشكلة فرجعناه وبعتوا لنا واحد جديد عشان نجربه. طبعا يعني الشركة هاي شركة كبيرة وعملاقة، يعني أكيد وراء هاي، وحعملكم عليه ريفيو خاص لأنه هذا يعني مهم جدا لكتير بيوت. هو عبارة عن جهازين، هذا كل إشي في البوكس، عبارة عن جهازين زي هيك. أوكي، بتحطه في الكهرباء، وهون تحت بتحط الإيثرنت. فموضوعه سهل جدا، حعملكم عليه ريفيو، حورجيكم هل فعلا بيستاهل ولا لا. الماضي ما اشتغل نهائيا عشان هيك رجعناه. هذا بدنا نجربه ونحكي لكم شو رأينا. البوكس اللي بعده فيه شغلتين. هذا فوت اكس فوليشن بيلينج ماسك. هذا عبارة عن فوتكس للماسك للرجلين. احنا رجلينا كتير بتتعب وبتتوسخ، واحنا خاصة مع الوقفة والقعدة والحركة، فهذا عبارة عن زي بنظف الرجلين من تحت. بدنا نجربه برودكتس زي هيك بيجي، وبعمل لك فوت يعني ممكن نجربه، ممكن نعطيه هدية، حبينا نجرب هاي. وهون في سمارت IP باتري كاميرا. اوكي، طبعا الان في مشكله في الكاميرات اللي بتشتروها او بنشتريها عاده اونلاين اللي هي الوايرنج. هذه الكاميرات فيها باتري بتكفيك لاكثر من شهرين، وهذا طبعا اشي مهم جدا. بتحطها بتشحنها بترجعها، بتقدر تشيلها وانت في البيت تشحنها، تساعد زمان تشحنها بتقعد معك شهرين. فهاي كل الموضوع. هي زي ما انتم شايفين من شركه اسمها يس كامو، شركه صينيه. نايت فيجن موشن ديتكتور، هيها حجمها صغير كتير، وهذا اللي بيجي بالبوكس، الماونت تبعها اللي بتلزقه بالحيط.
زي لزيق عشان تلزقها عليه وبراغي واشياء زي هيك. ذاتس اول يعني. فالموضوع شكله حنجربها ونحكي لكم برضه شو راينا لانه مهم جدا. اللي بعدها خد هاي السكين. اصعب شغله في البوكسينج وانبوكسينج اللي هي ترجع الشغله زي ما كانت. دائما دائما بتضل عندك زياده. هون عندنا هدول زي اللي بحبهم ادم. ها هون في دي جي اي او ام 4 هذا عشان التليفون جيمبل. هذا جيمبل من شركة دي جي مشهورة كتير. هذا الجيمبل حجمه مفروض صغير كتير. خلينا نجربه نورجيكم. سعره تقريبا 200 دولار وهذا عاملينه عشان لما تفتحه خلص. I think yeah this is the way yeah when you open it you can't you see okay. طيب في شركات تعمل هاي الشغلة عشان اذا فتحته ما تقدر زي ما انتم شايفين حاطينها جوا هاي طريقة الهاي. فهاي بتخليك انك ما تقدر عشان ما تقدر تبيعه برا او اشي. طبعا هاي الشغلات اللي اجت معها شوف قديش حلو. هذا هو الجيمبل بيجي معاه قاعدة عشان تثبته على الارض. اوكي قاعدة كويسة. يو اس بي سي تشارجرز وهذا اشي كويس. شوف شوف هلا كان هذا هو الجيمبل نفسه. هذا هو هذا حجمه وهذا اعتقد اللي بيركب على التلفون من ورا. ايوه مغناطيس هو بيجي مغناطيس فانت ممكن بكل سهولة تشيل التلفون وتحطه. حنعملكوا عليه ريفيو كامل هذا احسن صح؟ لانه هذا يعني من الاشياء المهمه اللي كثير ناس قوي جدا صح؟ هذا هو حجمه صغير جدا ومرن جدا. anyway حنعملكوا عنه ريفيو كامل بس نسوي هات البكس تبعه عشان لما نسوي ريفيو. اللي بعده احذف هذا هذا عبارة عن هذا عبارة عن ساوند سيستم صغير للتلفزيون. بيحكوا عنه انه بقوي كتير وبعطيك 3D. هنشوف شو القصة تبعته. هذا هو حقه 89 دولار. اوكي هون في شغلة هذا الباور تبعه وال باور صنع بطريقة صريحة. هذا البوكس غريب بس anyway مفلت هيك. هذا هو حجمه شكله في ريموت وكيبل. حجمه مش كبير لو اجى هون. واو حجمه وهيك حلو صح؟ المفروض يعطي صوت كبير. حنشوف نجربه ونحكي لكم شو راينا فيه. اوكي واخر بوكس
هذا في عدة شغلات. أول إشي هذا فيتنس تراكر، هذا سمارت ووتش. يا هاي سمارت ووتش، هاي هاي هذي اللي شو اسمه، هاي هي السمارت ووتش. أوكي صغيرة كتير، وهون شو اسمه الستريبس بتحطها بتركبها. شوف أكيد تتركب هيك، يا بس تتركب هيك شايفينها بكل سهولة. أعتقد هاي هون يس، يا هاي هي. فهذا هو سمارت تراكرز، يعني إشي حلو هنهديه لأحد الأصدقاء. Testing. هون في LED lights. يا هاي شريناها للصيف. وين السكين؟ ورجينا واحد منهم. هذا واحدة. هيك. وبتيجي مع ستاند. اوه هاي هون تركب. اوكي هيك تركب هيك بتغزها في الارض اي ثينك. يا وطبعا ال اي دي بالصيف كويسه للممرات للمشي، فشرينا منها. هي بتيجي 8 مع بعض الباكج، هي زي ما شايفينه وليد ومن السولر يعني من الشمس. ف تيجي اوكي هاي آدم سواها. حلو حلو جود جوب آدم. اوكي بتعطي الوان مختلفة different colors صح؟ زي ما yeah, different colors بضلها تغير. طيب يلا رجعهم. الشغلة الثانية اوكي هاي عملنا عليها قبل هيك الريفيو. هاي جيبها لواحد صاحبي هالشيبه شريت له اياها. هاي هاي كبيره صراحه، احنا عملنا على الصغار. هاي عباره عن برضه من الشمس وبتضوي انت ومارر قدامها، فهي حلوه تحطها على مدخل البيت. اي واحد بمر اي شيء بمر تضوي لحاله، بتاخذ من الشمس الكهرباء، فما في داعي التنتين بيجوا بالباكج. صراحة أنا كثير مبسوط منهم. سيمبل إيزي واضحين. وهاي وآخر شغلة هاي عبارة عن هدية صغيرة لأحد الأخوات اللي نجيب لهم إياها صديقات. عبارة عن حلق للأذن، شكله بسيط هيك الجميل، من شركة اسمها كوشر. ف هذه الشغلات اللي كانت عندنا اليوم. شكرا لكم لمتابعتكم. وايش يعملوا اذا حبيتوا هذا الفيديو؟ اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب. اذا بدكم شوفوا الريفيو اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب. باي باي. وفي بيحكوا ايش اذا بدكم اذا في لايك تليقوا، واذا في شير تشيروا، واذا في سبسكرايب تسبسكرايبوا. ويلا معانا وما تنسوا الجرس الصغير. سلامات. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.